مقتدي ده بزاف اللغات مطروحه عليها. هذا هو السؤال. ما حزب الشورى كيمول لهج تحرير؟ لا نعطيكم مثال واحد بلا ما نشرح بلا ما في أبريل 1956 مازال تحريف الجبال هذا باش مازال حزب الشورى أعد 60 فرد وكلهم من يهربوا ماشي يهربوا يهربوا من الجيش الفرنسي وطلعوا في هذه الجبال ديال تيزي وسخ يمددون بمن؟ يمددون بعباس بن سعد حيث الشور كيجمع قوة من ذوك العساكر اللي يهربوهم وكانوا في الفرقة الغابوشي هاد العساكر كانوا في الفرقة الغابوشي والغابوشي كيقول لهم طلعوا الجبال ديال الجهة ديال زرقشتار يمددون بعباس بن سعد بينما حزب الشورى استاذ مراه مرابط شكرا ونتمنى هذه العروض راه قلت هذا السياق كل العروض خصنا نجمعوها ونتبعوها نتمناو الا ممكن تجمعوا عروض قديمه خصوصا اليوم وغدا باش تي عروض غدا عاوتاني ممتازه خصها تجمع وغادي تطبع سي العدوي الشاب انا كنت كنتظر شي اسئله ولكن راه مخبى عنده لان واحد النهار هددني شي لقاء هددني وانا كنت انا بغيت يجينا على هذيك الاسئله نعرف فين يعطيني الدقات مع الاسف بات كيتوارج لي لوس ديزني ان شاء الله ان شاء الله انا اعتذر من احسن كتب تاريخ المغرب لاستقراره مراجع ماشي المصري مراجع قاش غير هاو غير راه الاسئله يطرح من جيني كلشي قال لي سواء السؤال اللي ناقشت كلشي يطرح من جيني صات وني كملتش الكتاب غادي نعطيك اختلف عن كتاب ريف بين القسم شوف واحد السؤال لا لا فيديو فيديو سمحت لي هذا يزيد ديك البلاصه شي حاجه الكتاب هي قبل 2017 واه قد يراد في 2016 من الحرب اي قبل 2016 قرر اليوم شي عزيز نسخة عاد في غلطة كي دي خبري يعني وكشي لها سنوية وكشي لها شمي الطول لا 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 وقت شمي الطول على طول أنا روية على أنا ملاقين توحي بأنك تستشري بذلك شيء في 2017 لا لا في الاخير انا كتبت انتهيت من كتابة انتهيت منه في خريف 2016 غير الظروف ديال الوباء مع شي مسائل اخرى قدمنا في الوان ندير تخلي الذكرى انا اعتقد طبعا شكرا سي محمد على القاطيب الشاعر كتب على يتقدم والدي الاخوان كتب على يتقدم ان شاء الله هو خلينا مازال عبد المجيد يعني الموضوع عاد كنت لقاءات وندوات باش اليوم غير السي محمد مازال فعل هذا الشيء انت من زي كيف كان الاستاذ بعد شوف هذا من القاعة ف أقول شكرا للجمعيتين الوظيفتين أستاذ هوان لا أستاذ زايد أستاذ رضوان 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 عباش أستاذ زميلي في العمل في المدرسة
والشقيق ديالو جمال يعني باش كلهم يعني ردوا المجاهدين وحيين بها الرب. انا بان لي شي حوايج يعني كانت شويه فهاد الاخ كيطرح كيقول بان الهيئه الريفيه كان هذا السؤال واش كانت ولا لم تكن. كاين اللي كيقول بانه الهيئه الريفيه هي روايه ابتدعت في ستيام في كراج ستيام في الضربيله يعني في مركز التحقيق والتعديل ديال راس الدين جيش التحقيق والتعديل اللي كان انذاك في الضربيله وحتى بدا بالريشه. كيقول روايه امنيه فقط ولكن يبتدعوها باش التضخيم يعني شي حوايج كتعلق يعني بجيش التحرير والمناضلين اللي كانوا يعني تابعين يعني سواء كانوا مختارين متعاطفين مع الشهيد هذا القبيل. ولكن حتى محمد المصري العربي كيقول هذا الشيء كيقول بانه ما كاينش شي حاجه سميتها الهيئه الريفيه هذيك اسماء فقط بحال المغرب كيقول هو المغرب ديال الغاد واخوان صفاء والهلال الاسود وإصلاح الدين كيقول هذه أحزاب فن يكون لها وجود على الواقع محمد العربي المشاهد محمد العربي المشاهد ماشي شخصية عادية بل شخصية سياسية وبارزة في المغرب وفي متعلق بالهيئة الريفية والعلاقة ديالها مع حزب الشرع والاستقلال كيقولوا بأن يعني الهيئة الريفية خصها يعني ما تكونش داخل هياكل حزب الشرع والاستقلال. واش كيقول عبد الكريم حاتم ابن اخت عبد الكريم الطبيعي يقول بان الهيئه الريفيه تحدثت بامر من محمد الحسن المزني ولا يمكن حل هذه الهيئه الا بامر منه. وفي الاخر كيقول بانه هو عضو ما عندوش الحق رغم ذلك يحذف الهيئه الريفيه من وجود الهيئه الريفيه فين تظهر لاول مره لانه ما كانش هذا الاسم معروف في الاوساط الثقافيه والتاريخيه في المغرب غير تلقى مركز محمد بن سعيد يتدن كتاب اللي دار مؤخرا بعد في 2020 هو اللي غادي يتكلم على الهيئه الريفيه والوثائق اللي كانت كتنشر الهيئه الريفيه تما غيطرحوا المساله ديال الحد والقشيشه راه كان غير متزن عقليا. وانا لما سولت والد زوجتي انه كان مجرم وكان في الصياح اذا السي ما هوش غير متزن عقليا ولا حسد ما مضمون ولا لا تسمح لي هو بلاتي واخر انا لما سولت محمد الزرقان ولي زوجتي الان كيبلغ من عمر تقريبا 94 سنه هو كان يعني من جهه ديالو وكان كيقرا معاه في الامام مالك بعد الديني وداك الشيء قال لي هو كان في كامل الاخوه العقليه ولكن قال لي عطاه ربي واحد الجرأه كبيره هذه الجرأه وهذه الجرأه الزائده عن سمع انه مألوف كيحسبوها الناس ماشي يعني مختل عقليا هو كان فيه جرأه كبيره يعني ما كانش كيضرب حساب اي حاجه يعني اي حاجه كيأمن بها يشهر بها في ظروف كانت صعبه في المغرب كان اختطافات وكان الاعتقال اخر حاجه كان اغتيالات وكان بزاف د الحوايج هو كان جريء يعني ما كانش كيدير الحمد لله فعليها كان من ومن الاخرى على هذا الشيء ومن الاخرى طرح عبد الرحمن انكاد كان مدرب فريق اربعه اللي صفتهم السلطان محمد الخامس باش يديروا التحقيق في الاحداث هو من اصول ريفيا وكاين واحد اخر سميتو مهندس فلاحي اربعه ديالهم خدموا التقرير من المسبح كان القائد ديال الدرج الملكي حتى هو كان من اصول ريفيا حتى هو كان معهم ولكن السؤال يعني السؤال يعني بالنسبه للسؤال شكون كيطرح هذا السؤال لان السؤال هو يعني عندي شي نقطه قلت لكم طرح واحد المحور ما عنديش الوقت المقاوم والسياسي كاين الناس اللي كانوا في الحمايه كانوا مقاومين ما كانوش سياسيين لان السياسي خصو يكون النخبه وما كانوا في القاعده العزه كانوا مقاومين ولكن بعد استقطاب المغرب هذوك اللي خدموا مجرد مقاومين تلقاو ولاو سياسيين يعني فما كانش هما عندهم ما سياسي ما كانش ما تخرجوش من شي مدرسه ولا من شي معهد ولكن بعد الاستقلال المغرب هذوك اللي كانوا مقاومين صافي ولاو حتى هما سياسيين يعني وهي كيخدموا ديك الثنائيه كيقولوا الحزب الاستقلال حزب ديال السياسيين وحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبيه حزب ديال المقاومه يعني هما اللي كانوا كياخذوا السلاح كيقاوموا سواء بجيش التحرير ولا ثوريين بعد استقلال المغرب كيديروا بحال 3 مصر 1973 داكشي اللي كيفاش داكشي ديال خيار ثوري ديال الاتحاد الوطني للقوات الشعبيه يعني داكشي اللي كان جراح عسكري داخل الاتحاد الاشتراكي 1975 ف يعني هذا سميتو هاد الاسماء بربعه قدموا التقرير ومن بعد كتسال على المصير ولكن ما مصير محمد منصور فالكتاب ديال الاستاذ شوف الكتاب الاستاذ راه في جوهره جاء ليدافع عن حزب الاستقلال
يقول بان حزب الاستقلال هذاك الجوهر ديالو راه كيدافع كيقول حزب الاستقلال راه مظلوم. سواس ستاليتي ماشي العداله الانتقاليه ماشي واحد لا علاش لا فاش يسمع هذيك خصو يسمعها تروحها فهمتيني هو الجوهر ديالو كيدير حتى ماشي ديال الخلاصة جناح كيقول هما اللي خرجوا وكان داك الانشقاق شوفوا بصح بالحق وكان داك الانشقاق بدا في الحسيمه محمد العربي الحسين سيعتقل محمد صابته وصابته كان من اعضاء الاتحاد الوطني للقوات الشعبيه وقرا معاه في القسم غيعتقلوا يديروا في الحبس الحسيمه غيمشي عند الزيزان ويبقى يضحك عليه السي صابته انت هذه انت واش تحسب انتم الجيش التحرير انتم الجيش التحرير ما كاين والو منه راه غير مخفوق صافي راه صابته لما غيعتقل صابته لا لا ماشي واحد المسؤول بالعربي محمد العادل الحسين كيعاود هذه القصه ولكن شكون اللي يعتقد هو الكوموندو محمد العنوش اللي كان عسكري وتعين عامل على الاقليم بعد محمد منصور محمد منصور مشى في الموقع هذاك الشيء محمد منصور ثم عسكري محمد منصور كان مقاوم جيش التحرير وتعين عامل شحال دوز الحزيمه عام 9 شهور وفكيز كان ساكت ما في قمة دي كيف العمل ده ولكن محمد منصور لما تلقت الأحداث غاي يطلع للجبل غاي يجلس مع محمد سليمان مزيان بعد دخول فيه السجن غاي يجتمع عليه مزيان غاي يقدم ياخذ تقرير يمشي للقصر الملكي في الخربات مع محمد صغير محمد خميس ما غيرجعش الحسيمة كانت هذيك هي النهاية ما غيرجعش محمد منصور بعد عام وتسع شهور في الحسيمة بعد انطلاق تلك الأحداث ومحمد منصور كان يقول بأن زوجته كانت إيطاليا كان زوجته هو عنده شويه ديال ما غيرش الحزيمه وغينضب وغيتعتقل في 63 حتى في المؤامره الكبرى حول الملك وفا هذه الكتاب ديال الاستاذ جا باش يدافع على جناح داخل كيقول ان حزب الاستقلال مظلوم ماشي هو اللي دار هذا الشيء والاستاذ كيقول بان فرنسا هي وراء الاحداث اللي وقعت في 58 هذا هو الجوهر كيقول بان 58 كان فيها فرنسا المخالفه الفرنسيه دور كبير جدا شكرا سي محمد.